هذا يدعو الى فكر الخوارج والى تكفير الامة باكملها مع الف الطريق. والظلال يدعو الى تكفير الامة باكملها ويعتبر مساجدهم معابد جاهلية. ثم اراء الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض وكل شيء في كتب هذا الرجل. فكيف نمجد لهم هذا الرجل ونقول امام ومجدد؟ طبعا سيتجه الناس الى كتب هذا الامام المجدد وسيتركون المنهج السلفي. اذا لابد من التوضيح يا جماعة يا امة المسلمين. لابد من التفريق بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى سمى هذا القرآن فرقانا لانه يفرق بين الحق والباطل. ومحمد فرق بين الناس او فرق بين الناس. فيجب على ورثته ان يكونوا فرقا بين الناس وان يفرقوا بين المحقين والمبطلين. لهذا ضاع شبابنا. اصبح هذا تبليغي وهذا اخواني وفي نفس الوقت يتنكر منهج السلفي ويصبح من خصومه. لماذا؟ لاننا لم نبين للشباب السلفي ان يعض على معلب النواجد وان هذا هو الحق وان يحذر كل الحذر مما عند هذه الفرق. هذا حق يجب ان نقوله. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا للصدع بالحق والتفريق بينه وبين الباطل والتفريق بين المحقين والمبطلين والسنيين والمبتدعين. والا سيظل الشباب في حيرة وفي متاهة ويتخبط وسيكون يعني تبعا لكل ناعم. نسأل الله التوفيق. نشكر اخانا الشيخ ربيع على ما يتضمنه كلامه من ان الواجب التثبت اولا ثم مناقشة من نقل عنه الخبر او الفكر او الرأي. فان اصر على باطل فانه يبين ويكشف حتى لا يقر الناس به، وهذا هو الواجب.